توجه اللي هو إنتاج كتب مدرسية وكتب موازية لأربع لغات. في إطار التكوينات التي تقوم بها دار النشر ستيب بابليشين داخل المملكة المغربية وجميع المدن داخل المملكة، قدمت اليوم تكوين مجاني لمربي ومربيات رياضة الأطفال بمدينة الدار البيضاء. تم التطرق إلى موضوع التربية الدامجة الذي خصصنا له مجموعة من الأنشطة داخل المجموعة التربوية آفاق التعليم الأولي المصادق عليها من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويجدر الذكر بأن دار النشر تعتمد مجموعة من المناهج المخصصة لهذه الفئة من الأطفال، كما أنها تسعى دائما إلى تطوير مناهجها لتلائم الطفل المغربي خاصة. بالمناسبة دار النشر هي متواجدة في 4 دول، بالمملكة المغربية بتونس وبالسنغال وببريطانيا، وهي تنتج كل ما هو رقمي وورقي في نفس الوقت، وتسهر دائما إلى تطوير المحتوى رقميا وورقيا. لقاء اليوم تضمن شقين، الشق الأول تناول كيفية تصريف مجالات التعلم داخل كراسات مجموعة آفاق والأنشطة المرتبطة بها. كانت فرصة كذلك للإجابة عن بعض التساؤلات من أجل تطوير التعليم الأولي والممارسة الصفية للمربية أو المربي داخل الفصول الدراسي بشكل عام. الشق الثاني من المداخلة تناول التعليم الأولي الدامج والتركيز أساسا على الإعاقات، كيفية التدخل تجاه الطفل في وضعية إعاقة من خلال الفهم العلمي للإعاقة وخصوصا الاضطرابات النمائية العصبية، كيفية التكفل، كيفية تدبير الأنشطة وتكييفها داخل الفصول الدراسية بشكل عام. تم الدعوة ديالي للحضور اللقاء اللي منظمه المجموعة التربوية آفاق ستيب. الحمد لله استفدنا من هذه الدورة التكوينية لأن كانت دورة تكوينية في المستوى، وحتى بالنسبة للمجالات اللي تكلموا عليها المؤطرين كانت كتشتغل على حسب الإطار المنهجي اللي احنا كنشتغلوا عليه، والحمد لله استفدنا كثير، وكان تكوين زائد على خارج نطاق ديال المجموعة التربوية آفاق حول التربية الدامجة. المهم استفدنا كثير لأن للمربيات اللي معايا كنشكروا المجموعة التربوية ستيب، وشكرا على هذه الاستضافة.